السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج Music and Food. اليوم غنديروا واحد حلقة اقتصادية، دونك بقالية من ديك الخطا شوية ديال الكروفات وشوية ديال اللوط وشوية ديال الكالامار ما خصوش يضيع، دونك غادي نديروا به واحد الأكلة، أكلة اللي هي صحية جدا وهي الشواية. بلا فخر غادي نديروا الشوايه فوق المقله، كتقتصد لينا الريحه ديال الفخار وهي زوينه للدار. مهم هاد الماكله الاقتصاديه هي ماشي انا اللي اخترعتها، هي كانت من بكري في جدودنا. كما كتعرفوا الطاليان كيديروا البيتزا. شنو هي البيتزا؟ البيتزا هي الشياطه ديال الفرماج، الشياطه ديال المطيشه، الشياطه ديال الكروفات، كل شيء كيديروه في البيتزا وهاي هي ماكله بحال بايلا. بايلا شنو هي بايلا؟ بايلا هو الشياطه ديال الدجاج، الشياطه ديال الحوت، الشياطه ديال الكروفات، وبقى لهم واحد الشيء ديال البوزروك واخترعوا بايلا. هادو كاع الماكله بحال المغرب حتى هو عندنا كسكسو. اشنو هو الكسكسو؟ هو البلبوله، الخضره ديال الصوبه، اللحم، بقى داك الشيء وهما يخترعوا الكسكسو. هذه هي تراديسيون ديال الماكله. ما عليناش نمشيو دابا نوجدوا الطبق ديالنا تتويتا.
نتمنى هاد السياقة اللي بقات عندنا في الماكلة اختارنا بها أكلة صحية ورائعة. كنتمنى تعجبكم وما تنسوش واحد سبسكرايب و لايك و شي كومنتير وينات. يلا بون ابيتي تو الموند، وإن شاء الله إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.